مستمعي قناة الفاسبوريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف سي يوسف رخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي مدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تعرفها هذه المقاطعة بعد مرور حوالي 3 سنوات على انتخاب ديالو رئيسا لمقاطعة الحي المحمدي. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا سي أحمد. سي يوسف، نبداو بالبلاصة اللي كان فيها كاريان سنترال، يعني هذه البلاصة اللي معروفة على لدى البيضاويين بصفة عامة. الآن هناك حديث أن يدار واحد منتزه كبير في هذه المنطقة هذه، يعني كيف جات قربنا من هذا المشروع بشكل كبير؟ أولا للتوضيح، هذه المنطقة اللي كان كيتواجد فيها الكاريان سنترال هي أصلا إداريا تابعة لعين السبع، ولكن جغرافيا كتواجد بالحي المحمدي، يعني قريب القيصرية. هي المساحه ديالها تقريبا 31 قطار اللي كاينه، اللي كانت فيها ما يزيد على 15000 براكه اللي تم الترحيل ديالهم الى الهراويين. واليوم بقات هذيك تقريبا هذه من 2008 او 2009، وهذيك الارض عاريه ما دار فيها حتى برنامج، ما كانش فيها شي فكره، لان حتى بالنسبه للتصميم التهيئه ملي كنا كنشوفوا كنلقاو بان ارض عاريه. فاليوم كانت واحد المبادرة من عند السيد الوالي السي محمد مهيدية، اللي قرر باستشارة مع الناس اللي كيهمهم الأمر باش تكون واحد المتنفس، حديقة أكبر حديقة أو منتزه على مستوى ديال مدينة الدار البيضاء يكون في هذيك المنطقة. اليوم الدراسة راهم كيشتغلوا عليها في واحد مكتب الدراسة اللي كنا درنا مع واحد الجلسة، وأعطوا واحد الأجل على أساس يوجد واحد الأرضية، واحد التصور اشنو اللي يكون. ما نساوش بان هذاك المنطقه ديال الكاريان هذاك هو منبع ديال النضال، منبع ديال الابطال، منبع ديال تما ملي كان المقاومه. يعني الدراسه الان حول المشروع هي بدات ولا باقي لا غتبدا؟ لا بدات، خدامين عليها، خدامين عليها. وكتعرفوا السيد الوالي السي محمد مهيدية عنده واحد العمليه، هو كيسرع وتيره الاوراش، يعني هو كان غالبا عما قريب غنشوفوا النور ديال هذاك الكونسيبت. يعني تم القطع الطريق على المنعشين العقاريين. ما كاينش، ما غتكونش، لان كان كان واحد الاحتجاج، كان مخاوف تاع الناس، تاع احتجاج لذوك الساكنين اللي كان الترحيل ديالهم. قال لهم ديريكتو غديروا السكن، كان بالاحرى تعطونا تما حنا اولا تعطونا الهراويين. فاليوم ما كنتكلموش على السكن، كنتكلموا على واحد الكونسيبت كبير اللي غيكون، وكنتكلموا على منتزه حديقه بالمرافق ربما اجتماعيه تكون فيها. كنعطيهم افكار حنا كمقاطعه، وكذلك كمقاطعه عين السبع راه كيبركوا معاهم. كما كتعرفوا مقاطعه عين السبع عندها تصميم تهيئه يكون يدوز في 2024، يعني دونك اذا خصها هذا يشملها هذيك الارض، يشملها هذا التصميم تهيئه. اذا الامور غدا مزيان، وكنستبشروا الخير بهذا القرار اللي خد السيد الوالي. على المستوى الحي المحمدي كانت هذيك المبادره تاع بشار الخير، يعني كيفاش شحال رصدتوا لها تاع الاموال، وشكون الجهات اللي دارت الحديقه تاع بشار؟ اولا هذه المنطقه ديال بشار الخير هي كانت ارض اللي كان فيها لافارج، الناس اللي كيعرفوا لافارج كيميو ديال الحجر، شركة كيميو الحجر اللي كانوا كيجيبوا كيلوحوا تبع الحجر في لافارج، لان كتعرفوا لافارج كانت هي اللي كدير السيما. فبقات هذيك الارض علما بان هي اصلا مكتوبه في اسم لاسوناداك. ارض تاع سوناداك، ديال لاسوناداك، شركه اللي تابعه لوزاره الداخليه. كيفاش قضيه كان في المجالس السابقه كانوا كيطالبوا باش تكون تما حديقه، وكي ما تفعلش ان كان شركه لاسوناداك كتقول لهم انا اديو لي الثمن. فمشكوره السيده الرئيسه عمده مدينه الدار البيضاء، دارت واحد العمليه في وزاره الداخليه، نوع ديال التبادل على بعض الاراضي، ورصات علينا حنا هاد بشار الخير اللي غتكون استرجعتها الجماعه، اللي هي فيها تقريبا واحد ما يزيد تقريبا 7 قطارات اللي كاينه، اللي عطى انطلاقه ديالها السيد الوالي جهه الدار البيضاء السطات، وكذلك السيد العامل عماله ديال الدار عماله عين السبع الحي المحمدي، وكذلك السيد العمده انطلاق ديال الاشغال ديالها تقريبا 3 شهور باش الاشغال خدامه. تعطات، جاء مؤخرا السيد الوالي. شحال المبلغ اللي المبلغ هي تقريبا شي مليون درهم، 2 ملاير مخصصه، وغتكون شي حاجه الكونسيبت اللي شفنا، يكون واحد الباركور، غتكون واحد بعض المرافق اللي غتكون فيها، واحد الساحه، واحد لابلاس، غتكون بعض الكيوسك، غتكون بعض المرافق الصحيه، غتكون واحد شي حاجه اللي هي اسلوب جديد ديال الحدائق. وامتى غيسالي المشروع؟ غالبا اللي كاين في الكونترا هو اخر 30 في شهر 6
خصو يسلم لنا المشروع، ولكن السيد الوالي طلب باش يسلموا لنا قبل من التاريخ. يعني هذه الشركه متاخره على شهرين دابا، على شهرين غيسلموا لنا هذا المنتزع. راه الا دزتوا تما كتشوفوا الكروات خدامين، كلشي خدام، لي تراكس كلشي خدام. الحين محمدي هذه ثلاث سنين دابا انت اللي كاين على رئيس رئاسه المقاطعه، ولكن ولات عاوتاني الحين محمدي تعرفات كثره المهرجانات الثقافيه والفنيه والمسرح وكذا. واش كاين غير هذا المحور في الحين محمدي؟ يعني تهتم بهذا المحور اكثر من المحاور الاخرى؟ بالعكس، كتعرفوا بان الحي المحمدي هو منبع الثقافه والفن، وكاع الابطال والفنانين الكبار والمسرحيين خرجوا من الحي المحمدي. لا داعي نعطوا الاسماء باش توحمي ياخذني. احنا خدامين في المجال الثقافي كثير، علاش؟ لان كنعتبروا بان خصنا نعطوا فرصه، لان هذوك الفنانه ديالنا المجالي السابقه ما كانش عطاتهم الفرصه باش يشتغلوا في المنطقه ديالنا. اليوم احنا كنتميزوا بواحد المهرجان ديال الظاهره ديال المجموعه ديال دائره المجموعات، او كما كنسموا دائره الغيوانيه، اللي كما احنا عندنا هذه السنه غتكون النسخه الثالثه، اللي كان السنه الفارطه في الفضاء بشار الخير، كان فضاء مفتوح اللي كانت كتجي لي يوميا 3500 4000 مواطن كيتفرج. وعطينا رسخنا بان معروف الحي محمدي بهذه العمليه في المجال الثقافي، كما كنتكلموا على مسرح الحي، كنتكلموا على عاجل وفلان، وكنتكلموا على على حسن عاجل وفلان، وكنتكلموا على فنانه كبار اللي عطاو. كذلك كنتكلموا على الغيوان، كنتكلموا على المسناوه، كنتكلموا على المشاهد. لا غير كاين شي اراء اخرى تقول بان السي يوسف الرخيص يتقرب من هذه الجمعيات، وهذا يعني يعني خطه استباقيه للانتخابات. انا واحد القضيه سي احمد، انا فاعل جمعوي. انا جيت من الجمعيات، انا فاعل جمعوي. انا ولد الجمعيه، عندي تقريبا من 92 وانا كنشتغل في ميدان الاعاقه اللي عندنا تقريبا ثلاث المراكز، والحمد لله درت البصمه ديالي انا بصفتي كشخص في وضعيه الاعاقه، كنعرف المعاناه ديال الناس وحاولت نشتغل. ملي كنت انا كجمعيه كان عندي معاناه مع رؤساء الجماعات، ما كانش النقل، ما كانش الترخيص باش نديروا انشطه، ما بغيتش هذه المعاناه اللي كان عند هذه الجمعيات يطيحوا عندي، وانا فاعل جمعوي. فاشتغلت انا ماديدي لهاد الجمعيات وكيشتغلوا، وبصدق حنا ملي كنعطيوهم واحد التروفي وكنعطيوهم واحد اللافته راه البرنامج ديالهم. حنا كنتبناو هذاك المشروع. درتي على الاعاقه، تيقول بعض المعاقين يعني واحد المطلب بسيط ما قدرتش تدافع عليه، هو المطلب تاع هذيك التذكره المجانيه بالنسبه للتراموي وبالنسبه للباصواي. انت الان عضو في مجلس المدينه الدار البيضاء، تنتمي للاغلبيه، رئيس مقاطعه الحي المحمدي، علاش ما ترافعتيش على هذا الطلب بشكل قوي؟ انا قدمتها، راه كاين يمكن ترجعوا للمداخلات ديالي في مجلس المدينه. كانت مؤخرا كنا صادقنا باش نازل القوات المسلحه المتقاعدين باش يكونوا عندهم واحد المجانيه في النقل، وقلت اودي لي مالا ادماج لاشخاص معاقين. ودار السيده العمده حوار مع واحد التنسيقيه ديال الاشخاص المعاقين حول هادشي ديال النقل والولوجيات، وكانت حاضره السيده نائبه العمده اخت مريم ملهان، وكذلك السيده رئيسه اللجنه الدكتوره العسري بهيجه، وفتحوا واحد الحوار. اليوم كازا ترونسبور في شخص المدير ديالها كيقول لي انا خصني ميزانيه، انا ما يمكنش ليا هذوك الاشخاص المعاقين طلعوا مجانيه. احنا طلبنا، انا ما طلبش المجانيه اكثر ما طلبت تكون دابا في هذه المرحله الانتقاليه، رايتها ما تخرج لبطاقه الشخص المعاق، تكون واحد الثمن رمزي. الا كانوا 6 دراهم اليوم واحد 2 دراهم ويطلع هذاك، لان كنعرفوا حنا ذاك الام اللي مركبه ولدها راه ما بغاتش الدور، راه بغاته باش يمشي يدير الترويض، بغات باش تدوز ليه. اذا راه هي الام هي اللي كتعاني الاعاقه ماشي المعاق. وكذلك هذاك المعاق ملي كيمشي راه باش كيقلب على واحد الشغل، كيقلب باش يداوى. اذا حنا في دول اخرى دايرين لهم نقر مجاني على كل شيء، كيعتبروا خدمه اجتماعيه. اذا اعتقد حنا هذه السيده العمده وعدتني بان راه نسقت مع السيده الوزيره ديال التضامن، وعطاتها واحد اللائحه ديال الاشخاص المعاقين اللي دابا اليوم عندهم واحد شهاده الاعاقه اللي صوتها الوزاره، باش تشوف اشنو هي الطريقه، اشنو هي الحلول. ريتما تجي واحد البطاقه الشخص المعاق اللي وعدت بها الرئيسه، اللي بعد وعدت بها الوزيره هذه يومين، كانت في واحد القناه وقالت لهم راه عما قريب تخرج بطاقه تقريبا تاع المعاقين في الدار البيضاء وذوي الاحتياجات الخاصه. احنا كنتكلموا على 160,000 شخص معاق لا في الدار البيضاء، في الدار البيضاء، في الدار البيضاء. وهاد الناس راه ما كنتكلموش على الاعاقه الجسديه بحالي، كنتكلموا على الاعاقه الذهنيه، كنتكلموا على الاعاقه ديال الصم والبكم، كنتكلموا على المكفوفين، كنتكلموا على التوحد. اليوم كنا نصنفوا حتى اعاقه اخرى
ديال الناس ديال الدياليز ديال الناس ديال الكونسير ديال الديابيت اللي هما تاهم شويه حيت لو ديابيت تا هو داء السكري راه هو كيدير العجز في الرجلين. اذا هاد الحالات كلهم كتصنف في الاعاقه. حنا كنتكلموا على المعاقين اللي هما محصيين، اخر احصاء كان في 2014 ديال البحث الوطني للاعاقه كيعطينا واحد تقريبا واحد 160 الف شخص. وما نساوش راه كاين واحد المجموعه ديال الناس ما مصرحينش بهم، كتعرف بان هذا باش نقول ولدي راه معاق وام كتخبي ولدها، هذا موضوع آخر. ربما اخر من من ما نطرقوش ليه في هذا، ولكن نشيروا ليه. كاين مجهود دار على مستوى الوزاره، مجهود دار على مستوى المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، دارت مراكز اللي ما كانوش من 2005. ومن هذا المنبر كنشكر المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هو ورش ملكي مفتوح، وكذلك السيد العامل عماله عين سفاح المحمدي اللي قدم مجموعه ديال المراكز اللي اليوم كيقراوا فيها الدراري. تقريبا مجموعه الجمعيات اللي كتستافد من بينهم الجمعيه ديالنا، اللي الحمد لله هذاك الوليد اللي كان مخبي في الدار وما كانش كيخرج اليوم عنده فين يقرا. هذا مجهود كبير دار. انت يوسف رخيص عندك جمعيه تاع ذوي الاعاقه، كيفاش قدرتي يعني تفصل ما بين يعني كرئيس مقاطعه الحي المحمدي وما بين رئيس جمعيه للناس اللي هما محتاجين، الناس دابا مع فتره رمضان مع بزاف الامور، الناس اللي يعني تيتسناو منك تعطيهم. انا داير واحد العمليه نهار الاول فرقت ما بين العمل الجمعوي وما بين السياسي. ملي كنجي هنا كنحيد القبعه ديالي كفاعل جمعوي. ولكن الناس غيشوفوا يوسف سخيس بالنسبه للمعاقين غيجيو. انا كيجيو كنستقبلهم، ولكن المشاكل اللي مثلا واحد كيطلبني على كرسي متحرك او اعانه وهذا كنقول له شوف هذا موضوع ماشي ديال هذا المكان. موضوع عندي ثلاث مراكز في حي عادل وفي الكوديه وفي عين سبعه، من اكبر المراكز اللي كاينين على مستوى ديال الدار البيضاء. كنقول لهم سيروا تما كاين موظفين يستقبلوكم، اعانه كنعطوها. تقريبا وصلنا دابا واحد 1700 قفه اللي تعطيناها للمعاقين، ولكن هنا ما يمكنش نناقش معك موضوع ديال 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 القفه. يمكن لك تكلم ليا الى عندك صعوبه في الولوجيات. انا مستعد والحمد لله ملي بديت صوبت جميع الاماكن الولوجيات باش تكون مقاطعه الحي المحمدي ولوجه لجميع الاشخاص المعاقين، لا بالنسبه لرومب الكرسي المتحرك يمكن ليه مباشره يمشي ويقضي اغراض ديالو، ما يحتاجش تكون واحد النوع من الشفقه ونهزك ونطلب عليك ونجيب لك واحد الدوسي تسنيه من حقك تنزل. وهذه العمليه حاولت نعممها كالاماكن فين يحطوا المعاق الا عنده حتى واحد السياره ديالو، كاين الاماكن فين يحطوه. اشتغلت على هذا الميدان ديال الولوجيات، كنعتبر انا الولوجيات هي تسهيل الحياه للمعاق. ما يمكنش لينا انا ما تعطينيش ولوجيات كتقول لي حتى حنا على مستوى ملي جيت البنايه لقيت لاسونسور ما خدامش، فحاولت درت لاسونسور صوب كاين لاسونسور خدام دابا حاليا دوز اسونسور، ودرنا واحد الاتفاقيه باش يكون لونتروتيان، وجميع المرافق اللي ما كانوش خدامين في لي اسونسور خدمتهم. لان كيما كنحس انا غنلقى صعوبه باش نطلع في الدروج، كنحس بذاك المعاق اللي عنده كرسي متحرك وغيقول اودي واش هذا رئيس معاق ومحش بينا ما بالك الاسوياء بين قوسين. نجوا للمقاطعه والمجلس على المقاطعه، المعارضه يعني مقلقه عليكم بزاف، تتقول انكم ما تعطوهمش الوثائق اثناء دراسه الميزانيه تاع المقاطعه، سادين عليهم البيبان، ما تعطيهمش المعلومات، شنو الرد ديالك انت؟ اولا نفرقوا ما بين نسحبوا في اخر دوره تاع ما بين المعارضه كاين المعارضه البناءه وكاين المعارضه اللي شي واحد باغي يوصل لشي منصب وما وصلش ليه. انا نبغي المعارضه تنبهني، وتبغي الا كان شي اعوجاج وبانت لها شي اختلالات وبانت لها شي حاجه تنبهني، انا بابي مفتوح في هذا الاطار وانا كنتقبل النقد كله ما عنديش اشكاليه لان الكمال لله. ولكن ملي تكون المعارضه فيها الطعن والسب والقذف ما كتبقاش دور هذه كيعود هذا. انا حلبه ديال الملاكمه الحمد لله طريقه باش كندبر الامر ديالي. انا قديم في السياسه من 97 وانا كنمارس، وتلمت على ايادي ديال الناس اللي هما الحمد لله كنعترف بهم، وخاصه المرحوم البصير الله يرحمه اللي كنت انا نائب الرئيس وكنت كنشوفه كيفاش كيشتغل. اليوم كما كتعرفوا الناس راه يمكن عندهم نظام قديم، النظام الجديد دابا ديال 113/14 قانون تنظيمي كيتكلم على كاين المحاسبه والمراقبه من طرف اجهزه وهو المجلس الجوي للحسابات، هي المفتشيه، هي السلطه المحليه في شخص السيد العامل، هي السيد الوالي، هذو هما اللي عندهم الوثائق يمكن لهم يطلعوا عليهم كيجيو دوريا كيجيو. ولكن من حق المعارضه ان تطرح واحد المشروع ماليه تعطى الوثائق باش تصوت على ديك النقطه ولا ترفضها. في القانون الوثائق ملي كتكون واحد النقطه اللي غنجيبوا مثلا واحد الحساب واحد ميزانيه راه كنجيبوا اش باغي نصوبوا، ولكن باش تجي تطلب ليا الوثائق الاداريه في الحساب الاداري ما بقاش. يمكن نديروا واحد الاجتماع في اطار اللجنه وتكون الناس اللي عندهم رغبه
يفهموا اشنو الصفقات اللي دازوا، اشنو هما لي بوند كوموند، اشنو الاتفاقيات. انا مستعد وغنديرها ان شاء الله عما قريب. هذه حيت هاد لي بوند غادي خالقه مشاكل غادي نديرهم الحمد لله. اليوم من شهر 9/2023 صدر هاد المنصه خاصه ديال لي بوند كومون. ما يمكنش لك دير بوند كومون ورقي، اليوم راه كاين في المنصه، كيمكن لك تدخل المنصه ديال لي مارشي، ويمكن لك تطالع على جميع المقاطعات والجامعات والوزارات اش هما لي بوند كومون اللي دايرين. دونك هذا امتياز، نوع من الحمايه، نوع من الشفافيه اللي جذب به جديد هذا المشرع. دابا اليوم حنا من شهر 9 الى اليوم هذا حنا باقي ما درنا حتى شي بوند كومون. الصراع تنتقل عندك يعني من داخل المقر تاع المجلس الى الوكيل العام الملك، يعني ترفعت بك واحد الشكايه، اختلالات واختلاسات وكذا، يعني كيفاش تشوف هذا الامر؟ واحد العضو مشى قدم لي شكايه على بعض التدبير المالي، وراه الملف راه في القضاء، وحنا عندنا الثقه الكامله في القضاء، والقضاء اللي كيقول كلمته، وانا كيصعب عليا نناقش موضوع اللي هو معروض في القضاء واللي عند الناس ذوي الاختصاص. ومني الى يتبين بان الى كاين شي اختلاس او شي اختلالات راه القضاء يدو طويله علينا. يعني انت رئيس مقاطعه ورئيس تاع المجلس، يعني اغلبيه ومعارضه، ما تتحاولش يعني تخفف من الغضب ديال الناس على المعارضه؟ انا شكون اللي يجي عندك؟ انا كالماطيدي انا بالعكس جميع الوسائل، ما سادش الباب ديالي، جميع الوسائل باش يشتغلوا عندهم كلهم. ربما هما تقول هذا غير على الاستهلاك الاعلامي، ولكن الحقيقه والواقع ان الباب راه مسدود. لا انا بغيت، انا مزيان تجاوب من غير لقاء اللي هو رسمي دابا اليوم، تجيو تشوفوا واش كاين الاستقبال ديالهم، واش كنتواصل معاهم، واش كاين كذا. اكيد انا هاد الايام كاينه هاد الموجه، هاد الموجه كاينه في الجامعات ككل، كاينه في المقاطعات، موجه ديال اقاله الرئيس. هذه في جميع المقاطعات بلا ما نذكر المقاطعات اللي كاينين، وفي واحد ثورة كاينة دابا اليوم حاليا. شنو السبب تاع الموجة هذه؟ الناس دابا باغيين، شوف انا ما بغيتش ندخل في التفاصيل، واش بغاونا نشتغلوا ولا لا. انا كما كنقول انا ما كنتش ناوي نطلع انا رئيس. الناس اللي هما اللي داروني نطلع رئيس، الى اليوم تبين لهم بان انا ما بقيتش صالح لهم، وما بقيتش صالح للساكنة، لان انا الساكنة اللي صوتت عليا، وما بقيتش صالح للمجلس. انا ما عنديش اشكالية. ما عنديش اشكاليه انا الا بغوني نقدم استقاله ديالي، انا ما عندي حتى شي نفع ولا شيء، الا كندافع على المنطقه ديالي اللي كبرت فيها وترعرعت فيها. انا ولد الكاريان، انا ولد الحي المحمدي، ونبغي نشوف حويجات تكون. واليوم راه كاين البصمات كدار، الا شنا الحدائق على مستوى الحدائق، الا شنا على مستوى التشوير، الا شنا على مستوى الخدمات. اليوم كيمكن لك تعيط في الهاتف 05 22 60 60 63، ويمكن لك ويمكن يجيك طبيب الوفاه ويعطيك هادشي ديال لي دالون. اذا هادو خدمات اللي درناهم اللي كاينين. كاين هناك ما تيقول بان الحي المحمدي خاصها تخرج من النمط ديال الحالي، يعني علاش ما ديرش حتى مشاريع استثماريه كبرى، اوطيلات، يعني المسائل اللي يجلب لها السياح ويجلب لها، خاصه هضرتي على ذاك مثلا النضال والكفاح وهذا، والحي المحمدي معروفه بالدائره الغيوانيه، يعني نجيبوا السياح من خارج المغرب. للاسف هذا متفق معك، للاسف حنا ما عندناش وعاء العقاري. مشكل حنا ما عندناش الارض. حنا عندنا 4 كيلومتر، الى قارنا راسنا مع سيدي مومن عنده 46 كيلومتر متر كاري، 46 كيلومتر متر كاري. اذا ملي كنتكلموا على الفرق بيناتنا، يلاه انا 4 فيه بزاف، حتى الشركات ما عندناش. عندنا بزاف ديال المحلات التجاريه القيصريه، قيصريه الحي محمدي وقيصريه بلوك بازيل وفهم الحسن، ولكن فين غدير باش نشجعوا الاستثمار؟ ما عندناش. كنتمناو هاد الفكره اللي جبتي بها السي احمد تكون في هذا المنتزه اللي غيكون 30 قطار، تكون على لا دي زوتيل يكونوا تما، وحنا يجوا عندنا الناس. حنا مقبلين على 2025 ان شاء الله لا كوب دافريك، ومقبلين على 2030 لا كوب دي موند. لا الحي محمد حتى هو يكون عنده واحد، كانت هذه حنا باقي ما شفتش كونسيبت ديال ليزاباتوار ديال المجازر البلديه اللي غيكون ان شاء الله. نرجعوا للمجازر البلديه، ديما في الحوار معك السي يوسف رخيص تقول لي بان قريبا سيتم ترحيل سوق الدواجن، ولكن قريبا انا ما قلتهاش. انا المجلس السابق اللي كان كيقول غدا، انا ما عمري ما قلتها. نهار جيت، اول ما جيت للمجلس لقيت بان كان حاله يرتلها، وحاولت
نظفته ونقيته ودرت ليه الزفت ودرته وخففت الضغط ودرنا اتفاقيه مشكور السيد العامل والسي شاكور على هذه المبادره ديال كازا بيئه لانه هما اللي دخلوا معنا كشركاء والحمد لله كاين دابا للناس ديال النظافه كاين لداخل للناس ديال كاين حاله السوق هذا غير النظافه ولا السيد الوالي وعدنا ما غيفوتش واحد عام عام ونص غيترحل دابا غيترحل واش يدير بلاصو غيدير فيه في بلون داميناجمون كاين ملاعب القرب كاين كاين مركب رياضي غيكون تما الفضاء موجود غيتصوب ما غنخسروا فيه حتى ريال وغيكون ربما اكبر هذا الشيء ديال المركبات اللي غيكون تما وبالنسبه للمجازر القديمه اش كيكون كما كتعرف المجازر القديمه صادقنا على 17 مليار اللي جاتها من الدوله دعم ديال هذه المجازر القديمه اولا هذا باتريمون هذا التراث ديالنا سنحافظوا عليه فلو كونسيبت باقي ما شناش كيتكلموا على قريه سياحيه واش غيكون فيها اوتيل فيها يتصوب كيتكلم على انه غيدار فيها اوتيل كاين اللي كيتكلم غيكون في واحد المسرح على هواء الطلق كاين مجموعه الافكار خدامه عليه كازا اميناجمون كان كانت في الاول جانا بروجي كازا باتريمون عاود في الاخير دابا راه كاينه كازا اميناجمون البيضاء اللي تهيئه هي اللي غادي اللي شاده دابا في البروجي حنا باقي ما عرفناش ما حطوش لينا الكونسيبت فينيش باش نعرفوا اش كاين طلبنا باش هذوك المقاهي اللي مقابله مع لي زاباطوار تم التاهيل ديالهم السيد العامل راه دار واحد الجلسه مع الجمعيه ديالهم وراه غيكون واحد المشروع في اطار المبادره غيدعمهم باش ياهلوا هذوك المقاهي لان المقاهي بلديه وحنا اللي كيبغي يجي ياكل شويه لحم وشوا كيجي تما الزباطور عندنا. عندكم ثلاثه اسماء يعني الجواب يكون باختصار كبير محمد سجيد. وهذا قيدوم ديال السياسيين انا كنعتبره هذا ستان استراتيج ستان استراتيجي للاسف كان كينقصوا شويه ديال التواصل ولكن كان عنده البعد النظري وباقي اليوم كنستاشروا معاه. حنا انا كسياسي كنتمي ليه وكذلك كواحد اللي عطى البصمه ديالو خلا للاسف التواصل ما كانش عنده شويه في التواصل نبيله الرميلي العمده الحاليه مرا مرضيه الوالدين يسر لي الله في هذا المجلس كل شيء غادي مزيان انا من الناس اللي كتعجبني وكندافع عليها ومرا اللي كتخدم وكتشتغل كتشتغل وماشي بواحد بسريه تامه واللي عندها وكان لامباكت واللي ما كتقولش لا ومني كتعرف المشروع غادي يكون للساكنه راه كتمشي بين قوسين هي السيده اللي كبرات عندنا في الحي محمدي وليد الركراري وكنتمنى من الله هذه فرصه ثانيه يعطيناه باش يعاود يعيد النظر شويه في الفرقه الفرقه الحمد لله موجود الابطال كاينين اللعابه موجودين ولكن ربما طريقه كيفاش كيدبر هذه اللعابه باقي كتنقصوا ما نبقاوش نعيشوا دائما على قطر خصنا نبدلوا النمط ديالنا سي يوسف شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي